صباح الخير، صباح الخير عليكم. هنا من موقع R05 في التجمع السكن الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما انتم شايفين، طبعا احنا في اليوم 15 من رمضان، يوم 15 رمضان. زي ما انتم شايفين يعني فعلا لا، في فراغ تام في العمالة في الموقع، ومش عارفين الدنيا هترسى على ايه، مش عارفين الدنيا هترسى على ايه حتى الآن. الكلاسترات كلها فاضية يعني in general، على العموم الدنيا يعني مش زي الأول. يعني ممكن نقدر نقول رمضان بشكل عام او بوجه عام هو العامل الاساسي في هذه القلة من العمالة، وغير كده برضو الموردين الدنيا مريح. طيب عند الموردين برضو طبعا القلة، قلة أو زيادة أسعار زيادة الأسعار مع تضارب سعر الدولار، صعوده وهبوطه، هو اللي عامل برضو مشكلة وأزمة في الكثير من المشاريع. زي ما انتم شايفين لا يعني الدنيا مش مستقرة، هدوء تام، يعني مش هنقول وقف، مش هنقول وقف الأعمال، بس هدوء تام يخيم على كثير من المواقع العاصمة الإدارية الجديدة. أتوقع يعني أنا أتوقع استكمال الأعمال بعد عيد الفطر، مش بعد على طول، برضو ممكن في شهر أو شهرين على الأقل عشان خاطر نرجع نستكمل الأعمال، مش هيبقى زي الأول مرة واحدة كده. فبالتالي هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب نرجع المكتب وناخد برضو رأي اخونا المهندس حازم. كنت معاكم بره في الار 05 في العاصمة الإدارية، وكان في يعني كنا بنستعرض كده الحال بره عامل ازاي في الموقع، ورجعنا المكتب عشان ناخد رأي اخونا المهندس حازم، اكبرنا طبعا سنا وخلقا ومقاما. ايه رأيك كده يا مهندس حازم في الموضوع؟ ايه رأيك في الوقف الحالي اللي احنا فيه ده؟ يعني تتوقع ايه؟ شايف ايه الايام دي وشايف ايه الايام اللي جاية؟ وتتوقع ايه؟ تتوقع ايه؟ هيتم الحال كما هو عليه الى ان ياتي طلب جديد، استخلاص سعر الدولار، تعرف المكون البداله لكل مشروع، الحكومه هتعرف تشيله ولا مش هتشيله، لا هتعرف تشيله ولا هيكمل، اللي مش هتعرف تشيله هيروح. هيروح بالظبط، طب انت شايف ايه؟ ايه اللي هيتم؟ هروح هنروح. طيب ربنا يستر. طيب وشايف لو احنا مثلا كملنا ممكن نكمل بعد قد ايه من اللي احنا فيه ده؟ بعد العيد بشهر. زي ما انا قلت، يعني زي ما انا برضو قلت يا جماعة، يعني بعد العيد على الاقل بشهر او شهرين عشان خاطر نستكمل الاعمال اللي واقفة والحال اللي واقف ده بالميت. قبل كده ما اظنش. كنا معاكم من داخل مكاتب العاصمة الإدارية الجديدة حاليا، في تحديدا في موقع الـ R05 في التجمع السكني الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة. نراكم في فيديو جديد. السلام عليكم. صباح الخير، صباح الخير عليكم. هنا من موقع الـ R05 في التجمع السكن الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما انتم شايفين طبعا احنا في اليوم 15 من رمضان، يوم 15 رمضان. زي ما انتم شايفين يعني فعلا لا، في فراغ تام في العمالة في الموقع، ومش عارفين الدنيا هترسى على ايه، مش عارفين الدنيا هترسى على ايه حتى الآن.
الكلاسترات كلها فاضية يعني in general. على العموم الدنيا يعني مش زي الأول. يعني ممكن نقدر نقول رمضان بشكل عام أو بوجه عام هو العامل الأساسي في هذه القلة من العمالة. وغير كده برضو الموردين، الدنيا مريحة. طيب عند الموردين برضو طبعا قلة أو زيادة أسعار زيادة الأسعار مع تضارب سعر الدولار، صعوده وهبوطه، هو اللي عامل برضو مشكلة وأزمة في الكثير من المشاريع. زي ما انتم شايفين لا يعني الدنيا مش مستقرة، هدوء تام. يعني مش هنقول وقف، مش هنقول وقف الأعمال، بس هدوء تام يخيم على الكثير من المواقع العاصمة الإدارية الجديدة. أتوقع يعني أنا أتوقع استكمال الأعمال بعد عيد الفطر، مش بعد على طول، برضو ممكن في شهر أو شهرين على الأقل عشان خاطر نرجع نستكمل الأعمال. مش هيبقى زي الأول مرة واحدة كده، فبالتالي هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب نرجع المكتب وناخد برضو رأي أخونا المهندس حازم. كنت معاكم بره في الار 05 في العاصمة الإدارية، وكان في يعني كنا بنستعرض كده الحال بره عامل ازاي في الموقع، ورجعنا المكتب عشان ناخد رأي اخونا المهندس حازم، اكبرنا طبعا سنا وخلقا ومقاما. ايه رأيك كده يا مهندس حازم في الموضوع؟ ايه رأيك في الوقف الحالي اللي احنا فيه ده؟ يعني تتوقع ايه؟ شايف ايه الايام دي وشايف ايه الايام اللي جاية وتتوقع ايه؟ تتوقع ايه؟ هيتم الحال كما هو عليه الى ان ياتي طلب جديد. استخلاص سعر الدولار، تعرف المكون الجديد لكل مشروع، الحكومه هتعرف تشيله ولا مش هتشيله، لا هتعرف تشيله ولا هيكمل، اللي مش هتعرف تشيله هيروح. هيروح طب انت شايف ايه؟ ايه اللي هيتم؟ هيروح هنروح. طيب ربنا يستر. طيب وشايف لو احنا مثلا كملنا ممكن نكمل بعد قد ايه من اللي احنا فيه ده؟ بعد نهاية شهر زي ما انا قلت، يعني زي ما انا برضو قلت يا جماعة، يعني بعد العيد على الاقل بشهر او شهرين عشان خاطر نستكمل الاعمال اللي واقفة والحال اللي واقف ده بالميت. قبل كده ما اظنش. كنا معاكم من داخل مكاتب العاصمة الادارية الجديدة حاليا، في تحديدا في موقع الار 05 في التجمع السكني الخامس بالعاصمة الادارية الجديدة. نراكم في فيديو جديد. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير عليكم. هنا من موقع الار 05 في التجمع السكني الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما انتم شايفين طبعا احنا في اليوم 15 من رمضان، يوم 15 رمضان. زي ما انتم شايفين يعني فعلا لا في فراغ تام في العمالة في الموقع، ومش عارفين الدنيا هترسى على ايه، مش عارفين الدنيا هترسى على ايه حتى الآن. الكلاسترات كلها فاضية يعني in general. على العموم الدنيا يعني مش زي الأول. يعني ممكن نقدر نقول رمضان بشكل عام أو بوجه عام هو العامل الأساسي في هذه القلة من العمالة. وغير كده برضو الموردين،
الدنيا مريح. طيب عند الموردين برضو طبعا قلة او زيادة اسعار زيادة الاسعار مع تضارب سعر الدولار صعوده وهبوطه هو اللي عامل برضو مشكلة وأزمة في الكثير من المشاريع. زي ما انتم شايفين لا يعني الدنيا مش مستقرة، هدوء تام، يعني مش هنقول وقف، مش هنقول وقف الأعمال، بس هدوء تام يخيم على كثير من المواقع العاصمة الإدارية الجديدة. أتوقع يعني أنا أتوقع استكمال الأعمال بعد عيد الفطر، مش بعد على طول، برضو ممكن في شهر او شهرين على الاقل عشان خاطر نرجع نستكمل الاعمال، مش هيبقى زي الاول مرة واحدة كده. فبالتالي هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب نرجع المكتب وناخد برضو رأي اخونا المهندس حازم. كنت معاكم بره في الار 05 في العاصمه الاداريه، وكان في يعني كنا بنستعرض كده الحال بره عامل ازاي في الموقع، ورجعنا المكتب عشان ناخد راي اخونا المهندس حازم، اكبرنا طبعا سنا وخلقا ومقاما. ايه رايك كده يا مهندس حازم في الموضوع؟ ايه رايك في الوقف الحالي اللي احنا فيه ده؟ يعني تتوقع ايه؟ شايف ايه الايام دي وشايف ايه الايام اللي جايه وتتوقع ايه؟ تتوقع ايه؟ هيتم الحال كما هو عليه الى ان ياتي نظام جديد. استخلاص سعر الدولار، تعرف المكون البلاد كل مشروع، الحكومه هتعرف تشيله ولا مش هتشيله، لا هتعرف تشيله ولا هيكمل، اللي مش هتعرف تشيله هيروح. هيروح؟ طب انت شايف ايه؟ ايه اللي هيتم؟ هروح. هنروح. طيب ربنا يستر. طيب وشايف لو احنا مثلا كملنا ممكن نكمل بعد قد ايه من اللي احنا فيه ده؟ بعد هيك شهر. زي ما انا قلت، يعني زي ما انا برضو قلت يا جماعة، يعني بعد العيد على الاقل بشهر او شهرين عشان خاطر نستكمل الاعمال اللي واقفة والحال اللي واقف ده بالميت. قبل كده ما اظنش. كنا معاكم من داخل مكاتب العاصمة الادارية الجديدة حاليا، في تحديدا في موقع الار 05 في التجمع السكني الخامس بالعاصمة الادارية الجديدة. نراكم في فيديو جديد. السلام عليكم.